مليارات ملهاش عد ولا حصر جابتها الحكومة من بره عشان تعمل بيها تنمية وتطور بيها البلد. والسؤال أين ذهبت هذه المليارات؟ لما يبقى عندي السنة دي فقط دين خارجي 9 مليار أو إقساط دين خارجي تتجاوز 9 مليار مستحقة هذا العام، عندنا لما تضيف عليهم خدمة ديون وتضيف عليهم الديون الداخلية وعجز الموازنة، حكومة محتاجة هذا العام 41 مليار دولار. ليه؟ لأن الفلوس مع الأسف بتتصرف يمين شمال على حاجات المفروض أصلا ما كانتش تتعمل، منها محور اللي هو محور ترعة الزمر اللي بعد كده اتغير اسمه، بقى اسمه مش عارف محور الملك سلمان، ولما اتخاصمنا مع السعودية وحصل الفركيشة إياها اتحول اسمه بقى اسمه محور كمال عامر أو الشهيد كمال عامر. المحور ده اتكلف 7 مليار جنيه. مش هكلم حضراتكم بقى عن إن المحور هد بيوت المواطنين ودخل على الناس في بيوتها، وإن في عماير كاملة النهاردة نام صحي من النوم لقى نفسه عمارته وبيته ودكانه ومدرسته وحاله وماله موجود تحت الكوبري. ده اللي حصل في محور طوله حوالي 15 كيلو متر وعرضه من 33 ل 65 متر، والمحور ده بيربط بعض الكتل السكانية زي المنيب والعمرانية وجامعة الدول، صفة اللبن، فيصل، الهرم، بالإضافة لشارع الصدر والتلاتيني وخاتم المرسلين ومطار امبابة. 9 مناطق بيخدمها هذا المحور. أيضا بيعدي محور من بعض المناطق الحيوية زي العمرانية، مستشفى الصدر، حسينية، البحر الأعظم، منصورية، عمرانية، منيب، صفة اللبن، ناهية، بولاء الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة عند نزلة شارع السودان. قال لك إن المحور يعتبر شريان جديد هيقطع الرحلة في زمن قياسي، اللي هو هيربط يعني منطقة غرب الجيزة بشرقها، وهيبقى أطول محور موجود في القاهرة الكبرى، وهيبقى أهم من محور جيهان السادات وأهم من محور صفة اللبن. وكلام كبير اتقال عن هذا المحور واللي قالوا إن احنا عملناه في زمن قياسي، تم إسناده حسب كلام رئيس مجلس الوزراء الخمس شركات وطنية. ده لما راح السيد مصطفى مدبولي يتفقد هذا المحور وقالوا إن 5 شركات شغالة في المحور، المقاولين العرب الشركة الحكومية و4 مقاولين من الباطن بيشتغلوا في هذا المحور، منهم سيادة المقاول إياه اللي ناداله عبد الفتاح السيسي في المؤتمر وقال له خلص، قال له تمام يا فندم هخلص. بدأنا نسمع شعر في المحور اللي خرب بيوت الناس واللي خلى الناس يا عيني بعد ما كانت بتشم هوا هتشم عوادم عربيات وتراب، واللي بقى المواطن يفتح البلكونه بتاعته او يفتح اوضه النوم ممكن يلاقي العربيه داخله في وشه. ده لان احنا بنعمل محور في واحده من اكثر الاماكن ازدحاما في القاهره الكبرى. قال لك محور الفريق عامر كمال عامر معجزه قهرت المستحيل. ده كلام انس الصغير عضو المجلس التنفيذي في المقاولين العرب. يا باشمهندس مش قهرت المستحيل، دي قهرت المواطن. قهرت المواطن مثنى وثلاث ورباع، قهرت المواطن على 7 مليار اللي جبناهم من بره عملنا بيهم محور ملوش اي 30 لازمه، لان محور صفة اللبن على بعد كام متر منه بيقوم بنفس الدور. قهرت المواطن لان المحور حسب كلام المتخصصين كله مشاكل وعيوب انشائيه. قهرت المواطن كمان اللي هدمت بيته او خلت بيته وعمارته ودكانه تحت الكوبري وخلاص ده اتردم عليه ومش مهم يعيش، لدرجة ان محافظة الجيزة قالت ان المحور كان تنفيذه ضربا من الخيال، الا ان الارادة والعزيمة جعلته حقيقة ليصبح احد اهم المحاور المرورية في القاهرة الكبرى. السيسي ايضا احتفل بهذا الانجاز في يناير اللي فات، راح بنفسه عشان يتابع الانجاز اللي سمته المحافظة ضرب من الخيال وعزيمة المحافظة، أو زي ما تقول كده العصاية اللي مسكتها للمواطن والتهديد والترهيب خلت المحور ده يتحول لحقيقة. وراح السيسي في 20 يناير يتفقد المحور، محور كمال عامر بنفسه ليشهد هذا الإنجاز. حد كده والكلام لطيف جدا، يعني كلام جميل، كلام لطيف، كلام ظريف، ما أقدرش أقول حاجة عنه. عملنا محور، استلفنا فلوس المحور، هدينا بيت المواطن،
غيرنا اسم المحور، عدلنا اسم المحور، وقال لك ان المحور ده نقلة حضارية وكان ضرب من الخيال ويعتبر معجزة. ومن امبارح على الصفحة الرسمية لشركة المقاولين العرب نشروا بالغلط الشكل التصميم او المخطط التنفيذي الكامل لمحور الفريق كمال عامر، وظهر هذه الصورة. طبعا الصورة دي اتحذفت بعد اقل من نص ساعة من نشرها. لما تبص كده على يمين الصورة او على شمالها حتة اللي معمولة بالاحمر، سادة المهندسين، سادة المقاولين في بلدنا، سادة اللي عملوا معجزة سموها ضرب من الخيال لما قابلهم عمود او برج طيار كهربي، طيار عالي، عملوا منحنى في المحور زي ما حضرتك شايف كده، اللي هو زغزغوا المحور شوية كده عشان ايه ما نقدرش نخش على شركة الكهرباء والمحافظة، ودي شركة النقل ودي محافظة الجيزة ووزارة مش عارف التنمية المحلية ودي وزارة النقل وفي عندنا وزارة الكهرباء، هتبقى مشكلة وخناقة ما بين الوزارات. فبقى ده منظر المحور زي ما حضرتك شايف كده بالشكل ده عشان نتفادى العمود او البرج بتاع الطيار العالي. بعيدا عن الفلوس اللي اندفعت وبعيدا عن المصيبة اللي عملها هذا المحور، انت شايف الكام سنتي الحودة اللي عملتهم الشركة او اللي عملهم السيد المقاول واللي استلم منه السيد المقاول واللي استلم منه حضرة الضابط بتاع الهيئة الهندسية واللي استلم منه سيادة اللواء المسؤول مش عارف في وزارة النقل وسيادة اللواء المسؤول في هيئة الطرق والكباري، كام سنتي دولت ممكن يعملوا كام حادثة، يعملوا كام مصيبة، كام واحد ماشي مش واخد باله ومتخيل ان الطريق ده زي كل الطرق في العالم لما بيعمل انحناء بيعمله بشكل ناعم، لكن انحناء مرة واحدة عشان اتفادى الكوبري، اتفادى مش عارف العمود. فبقى عندنا هذه الاخبار قبل بعد كام شهر من افتتاح المحور في يناير اللي هو يعني وقت زيارة عبد الفتاح السيسي، كان عندنا حادث في نفس المنطقة اللي فيها المنحنى يتسبب في اتلاف سور محور كمال عامر بالعمرانية. ليه السور بالذات؟ لان الراجل السواق بتاع الميكروباص زي ما حضراتكم شايفين كان ماشي في طريقه، اكتشف ان المحور عمل كده من قدامه فدخل في السور فكسر. قبل كم يوم، قبل يومين بالظبط او قبل 3 ايام، كان عندنا إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى محور كمال عامر، وده طبعا أحدهم كان حالته خطيرة. طبعا كلنا فاكرين أن المصايب مرتبطة بهذا المحور من أول يوم هم بيعملوه، انهار المحور وقع فوق دماغ العمال والناس اللي ماشية فأدى لإصابة 7 على الأقل. الصور الأولى لحادث انهيار محور الفريق كامل عامر، والكلام ده كان في منطقة فيصل في أكتوبر اللي فات. أعتقد معانا فيديو للحظة انهيار جزء من محور كمال عامر أمام محطة مترو فيصل في أكتوبر اللي فات، نتابع. ده المحور اللي ما شاء الله يعني داخل علينا برجله الشمال، داخل من باب الوراني. من اول يوم اتعمل المحور اصاب 7، ارتفاع ضحايا انهيار محور الفريق عامر ل7 عمال، ومصادر تكشف اخر التطورات وقال لك هنغير الشركه اللي كانت بتبني هذا المحور. عندي بس حته صغيره كده بخصوص المحور اللي هو يعني الموضوع اللي احنا ما عادش بناخد بالنا منه، هو المحور ده تكلف قد ايه؟ حكومة، بيانات الحكومة الرسمية بتقول ان المحور متكلف 7 مليار جنيه، في حين ان محمود منصور المشرف العام على هذا المحور هو الراجل الطيب اللي قدام حضراتكم ده، قال ان تكلفة المشروع 5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه تكلفة مشروع محور الفريق كمال عامر، في حين ان محمد الكيلاني بقى اللي هو رئيس جهاز مشروعات تعمير القاهرة قال ان تكلفة المحور 7 مليار جنيه. اللي هو يعني ايه، معلش شوية فكة،
تايهين كده ما بين الراجل المسؤول عن المحور والراجل اللي مسؤول في الدولة، المسؤول عن المشروع بشكل مباشر قال لك صرفنا 5، لكن اللي مسؤول في الدولة اللي بيستلم منه قال لك صرفنا 7، لأن تقريبا في 2 مليار راحوا عمولات وغدا سادة المسؤولين وشحن موبايلاتهم وتمن عربياتهم ومصاريف ولادهم. المهم في 2 مليار ضايعين في السكة ما بين كلام المسؤول عن المشروع واللي استلم منه المشروع، وده طبعا احنا المليارات دي بقت فكة بالنسبة لنا، لكن 7 مليار حسب كلام الحكومة. السؤال اللي بنسأله دلوقتي بعد كل المشاكل دي، هل كنا محتاجين هذا المحور؟ هل احنا كنا محتاجين نعمل محور بطول 15 كيلو متر وعرض ما بين 30-66 متر في واحدة من أكتر الأماكن ازدحاما، وهد البيوت وشرد الناس وخرب وضيع عليهم، ولا كان في بديل؟ معنا فيديو لأحد المهندسين المتخصصين في الطرق والكباري، واللي بيقول لنا أن المحور ده في مشاكل، أولا ما كانش ليه لازمة، ثانيا كله مشاكل وعيوب إنشائية. نتابع هذا الفيديو. في طبعا وفرة للوقت وشيء كويس، ولكن برضو هو في حد ذاته من الحاجات اللي كان ليها بدائل وما كانش ليه لازمه ان هو يتعمل. طبعا المحور ده بديله محور صفت اللي هو موجود اصلا، وعلى بعد حاجات بسيطه جدا من المحور ده نفسه، تمام، وبيعمل نفس اللي ده بيعمله بالظبط، يعني ما فيش فرق ما بين الاثنين. انا شايف طبعا من ضمن التحفظات اللي على المحور ده ان هو طبعا معدي جوه اماكن تعتبر عشوائية أو أماكن يعني أماكن فيها عدم تواجد شرطي نهائي خالص. في نفس الوقت المحور زي ما انتم شايفين كده ما اتعملوش عواميد، يعني فالمحور نازل على الارض على طول مباشر، تمام، فبالتالي هو عامل زي ما مش الناس بتكسل تمشي من فوق الكباري اللي فوق دي وتمشي من جواه. الى جانب طبعا هنا بقى استخدام العكس، مش هقول لكم العكس عامل ازاي، يعني انا كان هيحصل معايا حادثه في الطلعه دي وانا شايف في ناس ملمومه قدامها، ايه فواضح ان هي فعلا في حادثه حصلت، حد بيكون نازل عكس اتجاه وحد طالع واخد طريقه، فيحصل ما بين الاثنين مشكله يعني، تمام. فدايما الناس بتاخد الموضوع هنا في الناس ده عكس، او زي ما الراجل ده نازل كده بيروح واخد الدائري عكس كده على طول بكل سهوله.